قوات سوريا الديمقراطية تتقدم في دير الزور وتحرر عددا من القرى. كردستان توافق على تجميد الاستفتاء مقابل رفع العقوبات والدخول في الحوار. القاعدة تهدد بضرب مدينة تمبكتو شمال مالي. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار اليوم. تمكن مجلس دير الزور العسكري من السيطرة على بلدة الصعوة في الضفاف الشرقية لنهر الفرات شمال غرب مدينة دير الزور في إطار معركته لطرد داعش من المدينة. في المقابل قالت قوات سوريا الديمقراطية إنه تم تحرير 85% من مدينة الرقة، متوقعة أن يتم تحرير المدينة بالكامل خلال أيام فقط. التفاصيل في التقرير التالي. مع استمرار تقهقر داعش في سوريا والعراق وخسارته لكثير من المناطق التي كانت تحت احتلاله، تستمر الحرب على التنظيم المتطرف في دير الزور والرقة السوريتين حيث بات يحتضر. حملة عاصفة الجزيرة التي بدأت في 9 من شهر أيلول الماضي حقق مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية مزيدا من التقدم فيها، وحرروا العديد من البلدات والمزارع والقرى، كما كبدوا مرتزقة داعش المزيد من الخسائر سيما في محاور واقعة شرق نهر الفرات بالريفين الشمالي والشرقي لدير الزور، لتتمكن من السيطرة على بلدة الصعوة في الضفاف الشرقي غرب المدينة. مجلس دير الزور العسكري أكد تقدمه على محور أبو فاس ومحور أبو خشب باتجاه المدينة الصناعية، حيث تمكن المقاتلون من تحرير المدينة إضافة إلى عدد من المواقع والقرى والمزارع الاستراتيجية وصولا إلى بلدة السور. وقال المجلس إن مرتزقة داعش على أبواب الهزيمة بعد أن أصبحت قوات سوريا الديمقراطية على بعد 3 كيلومترات من بلدة مركدة. خطة المحاصرة تتم عبر عزل المناطق عن بعضها وفق ما أشارت إليه قوات سوريا الديمقراطية، مما اضطر تنظيم الإرهابي للجوء إلى الهجمات الانتحارية والعربات المفخخة وزرع الألغام، مشيرة إلى أنها لن تقف عائقا أمام تقدمها وأنها تقوم بفتح ممرات آمنة للمدنيين لحمايتهم من بطش التنظيم. معركة دير الزور تأتي بالتوازي مع معركة الرقة التي حرر 85% منها، حيث يتهيأ تحالف قوات سوريا الديمقراطية المدعوم أمريكيا لشن الهجوم الأخير على مواقع داعش في المدينة في محاولة لبدء الهجوم من خلال محاصرة المنطقة المحيطة بملعب الرقة. غرفة عمليات غضب الفرات أكد أن الإعلان عن تحرير الرقة سيأتي في غضون الأيام القليلة المقبلة، وستمثل خسارة داعش لما تبقى في قبضته من شوارع ومباني في الرقة لحظة فارقة في المعركة الدائرة للقضاء على التنظيم المتشدد بعد هزيمته في مدينة الموصل العراقية هذا العام وتقهقره في مناطق أخرى بالبلدين. قتل 11 مدنيا على الأقل من بينهم طفلان في ضربات جوية لقوات النظام على سوق في معرة النعمان بمحافظة إدلب، وتشكل محافظة إدلب واحدة من 4 مناطق يشملها خفض التصعيد الذي تم الاتفاق على إعلانه في سوريا في شهر أيار مايو الماضي في إطار محادثات أستانا برعاية روسيا وإيران وتركيا. عدى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن تقديم مساعدات للاجئين السوريين العالقين في منطقة الركبان يجب أن يكون عبر الأراضي السورية. وأكد الصفدي أن الأردن لم ولن يتخلى عن مسؤوليته الإنسانية وقدم للاجئين أكثر مما قدم غيره. أعلن التحالف الدولي أن المعركة الحاسمة ضد داعش ستكون على الحدود العراقية السورية، مضيفا أن نحو 2000 مقاتل من التنظيم لا يزالون في هذه المناطق. وذكر بيان للتحالف أن المعركة الحقيقية حاليا هي محاربة خلايا نائمة لداعش لا تزال تشن هجمات مفاجئة في مناطق عراقية تم تحريرها منذ أشهر. في العراق أعلن نائب رئيس الجمهورية العراقية أسامة النجيفي أن قرار استفتاء كردستان كان غير صحيح واتخذ من طرف واحد، وأن المباحثات مع رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني انتهت بإبداء رغبته بتجميد الاستفتاء مقابل رفع العقوبات عن الإقليم والدخول في الحوار. من جانبه قال المستشار السياسي في ديوان رئاسة الإقليم هيمن هورامي في تغريدة له على موقع تويتر إن برزاني قال إن الإقليم مستعد للحوار مع الحكومة المركزية في بغداد من دون أي شروط مسبقة.
أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية عن قتل 5 مسلحين من داعش واعتقال 3 آخرين بعد محاصرة وكر لهم في الحويجة جنوب غرب كركوك، مشيرة إلى أن القوات العراقية استولت على أحزمة ناسفة وصواريخ RPG. بدأت الحياة تعود بشكل طبيعي تدريجيا لمدينة الحويجة التي تحررت مؤخرا من داعش الذي احتلها لأكثر من 3 سنوات، وعاد مواطنو هذه المدينة إلى مزاولة حياتهم وتنقلاتهم من دون القيود التي كان يفرضها هذا التنظيم الإرهابي على الأهالي. مراسل أخبار الآن وسام يوسف والتفاصيل. بعد طرد مقاتلي داعش من مدينة الحويجة شمالي بغداد، بدأت الحياة تعود إليها وإلى القرى المجاورة لها، حيث يحاول الأهالي ممارسة حياتهم بشكلها الطبيعي كما كان عليه الحال قبل احتلال داعش لهذه المناطق. أثناء جت الدواعش علينا قاموا يطاردوننا على سبب عملنا، فاضطريت للنزوح، تركت عائلتي ونزحت، عبرت على الحكومة اللي قاعدة على الحكومة، ظليت تقريبا صار لي 2 سنين و8 أشهر، والحمد لله اليوم الله سهل ورديت ورجعت وصلت لعائلتي سالم غانم الحمد لله. صار لي 2 سنين و8 أشهر ما قاعد ايش قاعدة بحديقتي وبحوشي. في هذه القرية التي تقع إلى الغرب من الحويجة شمالية بغداد، يحاول الأهالي إعادة الحياة إلى طبيعتها في جلساتهم التي يتجمع وجهاء القرية وشبابها حول بعضهم بعد أن حرموا منها لسنوات عدة. احنا بجري هين معنا نلبس نخور، ناكل خيرين بدون خمار، بس من نطلع على السوق غير مجبورين. عني ما اسمه من نطلع على السوق ما نزل على عيوني، تعالي نزلي بس انا بس مناظر طبية، اقول عيوني ما اشوف، هذا بس مناظر طبية، هذا عاد السوري يقرف بينا يده مقصوصة وما ينحمل. يجون هنا باتين على الجامع بيعونا وصيروا ويانا، عاد الناس تسكت ما تبيع وياهم. كان مقاتلو داعش يمنعون الاهالي من التجمع ومزاولة حياتهم في هذه المناطق، كما عاقب الكثير منهم بالسجن بسبب عدم تعاونهم مع التنظيم خلال فترة احتلاله لمناطقهم. أنواع التعذيب، كهرباء، تشيز حط براسك طعن الهواء وكشتلبس عصج بلاستيك، ايه كيابلات. شهرين، ايه شهرين، وهذه رادوا مني اعترف، هذه اثار التعذيب. هذا يعني كل جسمه مو بس هذا. خلال التعذيب يقول لي اعترف انت، شلون موقع نقضت للطيارة؟ وانا كنت منتسب للجيش العراقي. شيئا فشيئا يعود كل شيء الى طبيعته في قرى الحويجة، والتي كانت صعبة ومحاصرة من قبل مقاتلي داعش وما فرضوه عليهم من عادات وتعاليم غريبة عن البيئة التي حافظوا عليها منذ مئات السنين. أظهر تقرير جديد أن استخدام تنظيم داعش للتطرف وممارسات الرق والجنس والاغتصاب استقطب عددا من ذوي السوابق في الاعتداءات الجنسية والعنف الأسري، وأدى لالتحاقهم بصفوف التنظيم والقتال إلى جانبه. وبحسب التقرير فإن التنظيم المتطرف ركز على استقطاب رجال من دول محافظة يصعب فيها إقامة علاقات جنسية أو القيام بأي لقاءات غرامية بحسب ما أظهره التقرير، مشيرا إلى أنه استغل الجنس ليكون واحدا من مصادر التمويل للخلافة المزعومة. أهلا بكم من جديد. حصلت كوريا الجنوبية على تقنية صناعة قنبلة غير مميتة يمكن أن تعطل أنظمة الطاقة في كوريا الشمالية في حالة الحرب، وتم تطوير هذا السلاح من قبل وكالة تنمية الدفاع الكورية الجنوبية كجزء أساسي من برنامج الضربة الوقائية الذي يطلق عليه اسم سلسلة القتل. شارك نحو 350 ألف شخص في أول تظاهرة مناهضة لاستقلال كاتالونيا في برشلونة منذ بدء الأزمة بين الانفصاليين ومدريد، وأجرت حكومة كاتالونيا استفتاء على تقرير المصير رغم منعه من قبل القضاء الإسباني تخللته اشتباكات بين قوات الحكومة والمتظاهرين.
قال زعيم إقليم كاتالونيا في إسبانيا إن الإقليم سيطبق قانون الاستفتاء الذي يدعو لإعلان الاستقلال إذا ما أظهر التصويت تأييدا من الأغلبية لهذه الخطوة. ووفقا لمقتطفات من برنامج تلفزيوني سيبث في وقت لاحق، قال إن إعلان الاستقلال الذي ليس أحادي الجانب وارد في قانون الاستفتاء كتطبيق للنتائج. وافقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وحزبها الاتحاد المسيحي الديمقراطي المحافظ الأحد على إجراءات للحد من عدد اللاجئين في ألمانيا، وذلك في إطار تسوية مع حلفائها البافاريين في حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي وفق ما أعلنت مصادر قريبة من المفاوضات. ويهدف هذا الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بعد يوم من المفاوضات في برلين إلى وضع حد لصراع استمر عامين بين الحزبين الحليفين، وسيسمح بالتالي بتشكيل حكومة جديدة تضم أيضا أحزابا أخرى بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في نهاية سبتمبر. بالرغم من مزاعم الرسالة الصوتية الأخيرة لأيمن الظواهري إلى أن مضمون هذه الرسالة جاء مهددا، هذا ما أثار القلق في العديد من عواصم بلدان غرب إفريقيا وخاصة أبيدجان وباماكو وواغادوغو التي سبق أن تعرضت لهجمات شنتها تنظيمات مرتبطة بالقاعدة، فيما رفعت دول غرب إفريقيا مستوى الإجراءات الأمنية تحسبا لشن هجمات قد تستهدف مقار حكومية أو مصالح غربية. مزيد من التفاصيل مع موفدنا إلى مالي جمال العربي. بعد غياب طويل عن الساحة ووقف تسجيلاته الصوتية، تناولت بعض المواقع الإعلامية تسجيلا صوتيا نسب إلى أيمن الظواهري الذي يدعو فيه أتباعه في تنظيم القاعدة إلى القتال والتوجه إلى شمال إفريقيا. وأثارت هذه التهديدات مخاوف سكان شمال مالي، خاصة وأنها جاءت صريحة لشن هجمات في كل من بوركينا فاسو وواغادوغو وتيمبوكتو. أحسسنا بالخطر الذي يحدق بنا، والسكان هنا متخوفين من هذه التهديدات، وهذه هي المرة الأولى التي تأتي فيها التهديدات موجهة مباشرة إلى مدينة تيمبوكتو من طرف القاعدة الأم، وهذا ما جعل سكان المدينة يترقبون ومتخوفون مما سيحدث. وعلى إثر هذه التهديدات رفعت دولة مالي مستوى الإجراءات الأمنية تحسبا لشن هجمات قد تستهدف المصالح الغربية أو المنتجعات السياحية في البلاد، وتسعى القوات الأمنية إلى قطع الطريق على من يحاول زعزعة استقرار المنطقة. الفرق الأمنية موجودة في كل مكان، وكثفنا من تواجد الحواجز الأمنية والدوريات تعمل ليل نهار، وفتحنا أيضا أبواب الانضمام إلى سلك الشرطة والدرك لزيادة عدد الأفراد والمقرات الأمنية كذلك، وكل هذا حتى نكون قريبين من المواطن ومستعدين للدفاع عنه وعن مصالحه. ويبقى الترقب هو سيد الموقف، خصوصا وأن القاعدة تريد أن تعود من جديد للنشاط في مناطقها التقليدية. يتخوف أهل تيمبوكتو من هذه التهديدات ويأخذونها محمل الجد، خوفا من عودة المسلحين إلى هذه المنطقة. جمال عربي لأخبار الآن من مدينة تيمبوكتو شمال مالي. في مثل هذا اليوم 9 أكتوبر من عام 1967 قتل الثائر اليساري تشي جيفارا في بوليفيا، وهذا يعني أن اليوم هو الذكرى 50 لقتله. أصبح تشي جيفارا مشهورا بشكل كبير بسبب دوره القيادي في الثورة الكوبية عام 1959، وبعد مرور 50 عاما على قتله نعرض هذا التقرير لموفدتنا جنان موسى التي توجهت إلى كوبا لتتعرف على حال البلد، وإذا ما كانت تشي جيفارا لا يزال شخصية شعبية أم لا. نحن في هافانا، المدينة التي تلهم جميع زوارها. صور أرنستو تشي جيفارا تنتشر في الشوارع وتطبع على الجدران والسيارات وحتى على السيجار الفاخر. حتى بعد 50 عاما من مقتله بقي هذا الثائر اليساري الذي ولد في الأرجنتين وقاتل في كوبا وقتل في بوليفيا
بطلا في عيون الكثير من الكوبيين. إلى ضريح تشي في مدينة سانتا كلارا نتجه من العاصمة الكوبية هافانا على الطريق السريع الذي تغيب عنه السيارات بسبب الضرائب الحكومية التي تسببت بعجز كبير في وسائل النقل. أكثر ما يلفت الأنظار هنا هو تمثال تشي الضخم الذي تلتف حوله ضمادة للتذكير بإصابته بكسر في معركة سانتا كلارا. يتوافد آلاف السياح إلى هذا المكان كل عام لالتقاط الصور والسيلفي مع هذه الشخصية التي تحولت إلى أسطورة. خلف هذا النصب التذكاري يقع ضريح تشي غيفارا. هنا في الداخل يقع ضريح تشي غيفارا 50 عاما بعد وفاته، والزوار يتوافدون بشكل مستمر من جميع أنحاء العالم لرؤية قبره. سأذهب أنا إلى الداخل، ولكن للأسف لا أستطيع أن أدخل مع الكاميرا لأن التصوير ممنوع في الداخل. تخبرني هذه السيدة الكوبية أن تشي لا يزال رمزاً للثورة ومصدر وحي للكثيرين. بالنسبة لكثير من الناس تشي غيفارا لا يزال يعنيهم، فالكثيرون يؤمنون به بشكل قوي. ربما لم يعد البعض يؤمن بما يمثله، لكنه بالنسبة للغالبية لا يزال مهماً، والعديد من الأطفال يريدون التشبه به. ولكن رومانسية الثورة التي تتجسد في شخصية تشي غيفارا بعيدة كل البعد عن واقع الحياة اليوم. فكوبا بلد شيوعي فقير جدا، يصل فيه الدخل الفردي إلى 25 دولارا شهريا، وتسيطر الدولة بصورة شبه مطلقة على الاقتصاد. عربات الخيل وسيارات اللادا الروسية وكذلك السيارات الأمريكية القديمة جداً هي السائدة. إنها سيارات بمثابة أيقونة تعطي كوبا طابعاً خاصاً وتشعرك أن الوقت توقف هنا منذ زمن. ولتحسين اقتصادها ولجذب الأموال فتحت كوبا أبوابها للسياحة العالمية، ولعل أجمل ما في هافانا اليوم هي المباني القديمة المهترئة التي تقوم الحكومة بترميمها وإعادتها إلى سابق عهدها ومجدها، كهذه الصيدلية القديمة التي ربما تكون الأجمل في العالم، كما وسمحت الدولة بإنشاء أول مسجد للمسلمين في هافانا ليمارسوا فيه شعائرهم الدينية. هذا الانفتاح الحكومي قابله تهافت كبير من السياح، من عشاق الموسيقى المنبعثة من المقاهي إلى هذا البلد الذي يشبه متحفاً مفتوحاً في الهواء الطلق. تستطيع التنقل بين مدنه على متن قطار قديم. يصر على السفر بدون كلل أو على ظهر حصان، يسابق الريح. وحتى هنا من الصعب أن تفوتك صورة تشي غيفارا. جنان موسى، أخبار الآن، كوبا. اجتاح الإعصار نيت ساحل ولاية ميسيسيبي برياح عاتية وأمطار غزيرة أغرقت الشوارع والطرق السريعة في أنحاء المنطقة لدى وصوله إلى اليابسة. وأدت العاصفة أيضا إلى توقف معظم إنتاج النفط والغاز من خليج المكسيك. ومن المتوقع أن يمر الإعصار فوق أجزاء من ولايات ميسيسيبي وألاباما وتينيسي بحلول مساء اليوم، وأن يتراجع إلى منخفض استوائي. قتل شخصان وفقد عشرات آخرون مساء أمس إثر غرق مركب يقل لاجئين روهينجا فارين من أعمال العنف ولاية راخين في نهر قرب ساحل بنغلاديش، بحسب ما أفاد مسؤولون في خفر السواحل وحرس الحدود، مشيرين إلى أن المركب كان مكتضاً بأكثر من 100 شخص عند مصب نهر ناف الذي يفصل بورما عن جارتها بنغلاديش. أهلاً بكم من جديد، والآن إلى جولة الصحافة.
نبدأ جولتنا من صحيفة الشرق الأوسط التي عنونت تطبيق إلكتروني يحول السيلفي إلى صورة مجسمة. نجح باحثون بريطانيون في تطوير تطبيق إلكتروني لتحويل الصورة المسطحة إلى صور مجسمة. وقال الباحثون إنهم تغلبوا على العقبات التي عانها الباحثون في أعمال التصوير والجرافيك، وصمموا وسيلة لإنتاج صورة مجسمة من صورة ثنائية الأبعاد. صحيفة الإمارات اليوم عنونت ويكي كامس يو اس اي قاعدة بيانات شاملة للتخييم، ويعرف التطبيق مستخدمه على كل ما يتعلق بالتخييم، وذلك لقضاء عطلات نهاية الأسبوع، كما يساعده في التخطيط لمغامرات أكبر لو رغب في ذلك. ويضم التطبيق بيانات خاصة بأكثر من 18 ألف موقع مرتبة في قوائم، بحيث يستطيع المستخدم اختيار الأماكن القريبة منه أو استخدام الخريطة في التعرف إلى أماكن هذه المخيمات. صحيفة البيان الإماراتية عنونت تقنية الواقع المعزز تتيح تجربة الأثاث قبل شرائه. تتيح ميزة الواقع المعزز تقنية AR تجربة جديدة ومبتكرة للمتسوقين، تمكنهم من استعراض الأثاث ومعاينته عمليا في مساحتهم قبل التسوق. وبدأت مجموعة لاندمارك المتخصصة في مجال تجارة التجزئة والضيافة في الشرق الأوسط باستخدام هذه التقنية عبر تطبيق هوم سنتر لأجهزة آيفون. إلى صحيفة النهار اللبنانية التي عنونت ميزة جديدة من جوجل لمراقبة أجهزة أبنائك. دائما ما يشكل القلق العامل الأساسي لعدم شراء الأهل للأجهزة الإلكترونية لأبنائهم، خوفا من نوع المحتوى الذي قد يمكنهم من الوصول إليه بفضل هذه الأجهزة، لا سيما الهاتف المحمول والأجهزة اللوحية. ولكن لا داعي للقلق بعد اليوم، فقد وجدت جوجل الحل المناسب لهذه المشكلة، إذ أعلنت عن ميزة Family Link التي تتيح للآباء التحكم بشكل أكبر في أجهزة الأندرويد الخاصة بأبنائهم. وأخيرا مع صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنونت مستخدمو تطبيق فيسبوك على ويندوز يمكنهم الحصول على مميزاته دون تشغيله. حصل تطبيق فيسبوك على منصة ويندوز فون على تحديث جديد وفر بعض المميزات المتاحة في النسخة التجريبية، والتي يأتي على رأسها إمكانية تشغيل بعض مميزات التطبيق بدون الحاجة لتشغيل التطبيق نفسه. ووفقا لما نشره موقع MS Power User الأمريكي، فإن التحديث الجديد يتيح للمستخدمين التنقل بكل سهولة داخل المميزات التي يتيحها التطبيق من خلال قائمة ابدأ أو من خلال شريط المهام بدون الحاجة لتشغيل التطبيق أو لا. افتتح الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي يوم أمس الدورة 37 لمعرض جايتكس في مركز دبي التجاري العالمي، والتي تستمر حتى 12 من أكتوبر تشرين الأول الجاري. وركز أسبوع جايتكس للتقنية 2017 على التكنولوجيا المبتكرة التي سيؤدي استخدامها وتطبيقها لتحويل المؤسسات إلى قوى إنتاجية عالمية. وشارك في هذا المعرض عشرات الشركات الحكومية والعالمية التي عرضت أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء، إضافة إلى أن المعرض هذا العام يدعم فعاليات معايير التحول الرقمي الذكي وتبني أنماط المدن الذكية. السنة هذه شاركت 47 دائرة ومؤسسة حكومية، الحمد لله أكثر عن العام السابق. العام السابق كان 34 دائرة حكومية. كل سنة عن سنة الحمد لله إمارة الشارقة تتميز ليس فقط بالشكل وأيضا بالخدمات اللي تقدمها. السنة هذه تميزنا يمكن في المنصة، منصة مختلفة عن العام السابق، استمديناها من منطقة مليحة الأثرية الموجودة في إمارة الشارقة، مزجنا التاريخ والثقافة والتراث بالتكنولوجيا. طبعا احنا دائرة المالية المركزية هي المعنية بإدارة الموارد المالية لحكومة الشارقة بشكل كامل، واحنا الحمد لله سعينا يعني ان احنا نكون لنا دور في الحكومة الإلكترونية او في الحكومة الذكية. بدأنا بربط 73 دائرة من دوائر الحكومة مع النظام المالي اللي هو الـ ERP الخاص بحكومة الشارقة،
والحمد لله بدأنا نطور في خطوات من 2006، وإحنا خطوات التطوير ماشية في إن إحنا نوصل لحكومة ذكية أو حكومة بدون أوراق. وجدت دراسة جديدة أن الشعور بالإثارة عند مشاهدة المباريات الرياضية قد يكون ممثلا لتأثير ممارسة الرياضة على القلب. ووجد باحثون من الأكاديمية الملكية الغربية في كندا أن تجربة شعور الفرح بالنصر أو حسرة الهزيمة يمكن أن تؤثر على عمل نظام القلب والأوعية الدموية. ويزداد معدل نبضات القلب لدى الجماهير التي تتابع المباريات على التلفاز بنسبة 75%، في حين أن أولئك الذين يتواجدون على أرض الملعب بشكل مباشر يشعرون بنشوة عارمة مع ارتفاع معدل النبضات بنسبة 110%. تأهل المنتخب المصري رسمياً لنهائية كأس العالم 2018 في روسيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد تغلبه على ضيفه المنتخب الكونغولي بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال. ويدين المنتخب المصري بالفضل في هذا الفوز للاعبه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، والذي سجل هدفي المنتخب المصري في الدقيقتين 63 والرابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، بينما جاء هدف الكونغو الوحيد في الدقيقة 87. قبل أن أودعكم إليكم تذكير بأبرز العناوين. قوات سوريا الديمقراطية تتقدم بدير الزور وتحرر عددا من القرى. كردستان توافق على تجميد الاستفتاء مقابل رفع العقوبات والدخول في الحوار. القاعدة تهدد بضرب مدينة تمبكتو شمال مالي. وصلنا إلى الختام. للمزيد يمكنكم دائما مشاهدينا متابعتنا على موقعنا الإلكتروني، كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته. نلقاكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأخبار. شكرا لطيب المتابعة. على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب، ليصلكم كل جديد قوموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب، أو إن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم، ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك.